اسمك الاول؟ انا لسه اتكلمت. اتفضل بس ايه اسمك الاول؟ اقول اسم حضرتك الاول. وفاء احمد الدير 28 سنة. ماشي اتفضل. تجي سود هني. الو الو ايه انت بتقولي ايه؟ ازاي الكلام ده؟ لا بقول لك ايه، الجمعيه ديت انا داخله فيها وقايله لي هاخدها الاسم السادس، يبقى هاخدها في ميعادها. انا بقول لك اهو عشان ما اجيش اعمل لكم نسيبه هناك، سامعه ولا لا؟ طيب ماشي خلاص، انت قدامك يومين، لو ما جبتهمش هاجي هفرش لك الملايه هناك. انا بقول لك اهو. اسم حضرتك الاول؟ نعم. اسم حضرتك؟ ايمان عنتر محمد. اعلي صوت شويه. ايمان عنتر محمد. تمام. يلا بقى انا نايم. محمد عايزه ايه يا اما بقى؟ سيبيني انام. فين الفلوس اللي كانت في كيس الفلوس؟ فين الفلوس اللي كانت في الكيس؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ فلوسي. انا ما خدتش حاجه من كيسك يا امه، في ايه؟ يا محمد حرام عليك، ده انا بشقى وبتعب بيها، تاخد فلوسي تشرب بيها مخدرات؟ هو انت كل يوم تحط الكيس بتاعك في مكان وتيجي تقولي لي كيسي فين وفلوسي فين؟ طب هات الفلوس عشان ادفع الايجار. ما اعرفش الفلوس راحت فين. يا محمد حرام عليك يا ابني، يا ابني حرام عليك، ده انا تعبانه وشقيانه بيهم. يا اما حرام عليك انت يا امه كل مره انا بستنى. اسمع حضرتك. ايمان محمد علي، مشهوره بايمان صابر. عملت مسرحيه بدور سوزي سكرتيرة، بس انا هعمل حاجه تانية خالص. معايا اللي هو المعلم الكبير يقول لي ايه؟ ايوه يا حلويات، انت فين دلوقتي؟ انا ايوه يا معلم، المعلم عباس. ايوه يا باشا، حضري نفسك يا حلويات عشان في ميعاد يوم الخميس. يعني اجي لوحدي ولا معايا الفرقه؟ يا حفله خالص. اسمي هالة ربيع. اشتغلت مسرح ولا لا؟ خلاص ابتدي ولا ايه؟ اسمي هالة ربيع، اشتغلت في عدة أعمال مسرحية وعملت مسلسل وبعض برامج يوتيوب. هقدم دلوقتي مشهد لأم الشهيد. يا سيد بيه، بعد ما يخشوش حد من غير استمارة أولا. ماشي، ده كده كشف عن لعبة اتخاذ. عملت استمارة، مش عايز حد يخش لي هنا بعد كده. جلست. ما خلاص، مش عايز حد يخش لي خالص. انا بتكلم في حاجه غلط، مفيش حد عايز يسمع. قلبي جايب نار على ولدي يا عمده، اسألوا اهل البلد عليه، على اخلاقه، على طيبة قلبه، اسأل عليه تراب البلد، يقولوك عشفه بينا راجل، شهمه مش ندل وجبان، اسأل عليه تراب البلد، اسأل عليه يا عمده، اسأل عليه الشمس والقمر، الليل والنهار، يقولوك عاش تحتنا راجل، مجتهد بيكافح ويذاكر بيتعلم ويشتغل. شكرا. اسم حضرتك؟ اسمي هبه محمد. الصوت بس يا هبه محمد. تمام ماشي اتفضل. يا اخي حس بيا بقى، حس بيا، انا برضو بني ادمه من لحم ودم.
عمري ما قصرت معاك في اي حاجه، وطول عمري بتمنى رضاك، لكن انت حجر صخر بتدوس كل يوم على كرامتي لحد ما خلتني كلبه. انت جميله. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك الاول. اسمي هشام الحسن. صوت رشا ابو الحسن. في رشا يا استاذ. يا استاذ بقول لك ايه يا جمر، من ده منظور بيه مش عايز صوت بره عن سالي. ريدي من الاول لو سمحت. بقول لك ايه يا جمر، ده منظور بيه محدش يقدر يقول له لعن. وهتتجوزيه يعني هتتجوزيه؟ اخته لما وقفت قالت لو انت موجود دلوقتي يا اخويا ما كنتش حد هيحسبني على الجوازه السودا دي. ماشي ابدا. يقف بره. يلا بابا اتفضل. يلا جوازه تريسي من فؤاد باطل. جوازه تريسي من فؤاد باطل. ايوه باطل. في شارع الكلام ده يا بلا. فاي ملي احسن الكلام ده يا خال. لو حداكم بنيه صغيره يرضيكم يحصل لها دي يعناني. هني مثلت في مسرح وبعرف امثل. علي صوتك يا استاذ. اسم حضرتك؟ ايه سماحه. ايه اللي اخرك يا ندى بره لحد دلوقتي؟ من بره ايه؟ انا لسه انا جايه في الشغل في معادي. طب تعملي حسابك ان مفيش شغل تاني خلاص. ليه مفيش شغل؟ ابن عمك اتقدم لك ورافض الشغل، ابوك اداله كلمه خلاص. صوت. ابن عمي؟ انتوا عارفين ابن عمي مش بتاع شغل وصايع. اللي هشتغل بيه هياخده مني؟ ابوكي ادى كلمه خلاص يا ندى. وابوكي خلاص ما حدش يقدر يتكلم معاه. عندك كلام تاني تروحي تقوليه لابوك. انا ما اقدرش اقول له حاجه تانية خلاص. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك الاول. اسم حضرتك الاول. شو حسين؟ لا لسه شويه. شو حسين؟ مظبوط. اه مظبوط. تعالي كده ماشي. ابدا الصوت يا نسمه. الصوت. اسكت. انت ما تسمعش كده. مش لاقي حد غيري تكذب عليه. بس عندك حق. هتلاقي في المره واحده صدقك مره واثنين وثلاثه وعشره. انت ايه؟ ما بتشبعش كده. الله عليك يا بنت خلاص. هادي هادي. ماشي اتفضلي. غدا ابراهيم مصطفى. عملت مسرحيه ومسلسلين. ايه يا وفاء اتاخرتي كده ليه؟ اتاخرت ايه يا امي؟ ما انا جايه في ميعادي اهو. طب بصي بقى يا عين امك، انت جايلك عريس. عريس؟ عريس مين يا امي؟ جايلك سيد مين؟ السيد السباك. ابوكي واقف واحنا خلاص يا بنتي ادينا له كلمه. لا يا امي ما ينفعش السيد السباك اللي انت بتقولي عليه ده. انت يا امي عايزه ترميني؟ عايزه تحدفيني؟
ازاي يا ابني؟ ازاي؟ ده انا بكالوريوس تجارة. ازاي؟ عايزة اتجوزيني سباك بعد ما اتعلم وبعد ما اجتهد واوصل للي انا فيه ده دلوقتي، عايزة تديني سيد السباك؟ لا يا ابني انا مش موافقة. ابوك يروح امك خلاص، ادى للراجل كلمة واحنا قلنا كلمتنا وهتتجوزيه يعني هتتجوزيه. اسم حضرتك؟ مروه الطوخي. صوت. اتفضل. ايه يا سيد؟ افرح فيك ايه يا سيد؟ مش انت اللي رحت اتجوزت عيله اصغر منك بعشرين سنه عشان تجيب لك العين وفي الاخر جات لك بنت ورفضها؟ البنت نعمه واللي يكرهها يعمى. في ايه يا سيد؟ عايز ايه تاني؟ شكرا. اسم حضرتك؟ اسم حضرتك الاول؟ علي صوتك شوي. اسمي مريم محمد. ماشي ابدا. ماشي اصل اقول يا ماما ما حسيتش حاجه. يا استاذه مريم بعد اذنك انا عايز اسمع مش خلاص استنى دقيقه. صوت يا عم ابراهيم. انا سيد ودلوقتي مره زحمه اقول لهم نخلصوا. يلا يا بابا يلا يا بابا. قول اسمي. اسمي مريم محمد. طب قول اي حاجه مثلها اي حاجه. بس مش عايز ان هو سنة 12 سنه. ريدي. قولي اي حاجه كده. مش كل شويه كده قاعده من غير مذاكره؟ مش تقولي تشوفي المذاكره بتاعتك؟ اي حاجه. حاضر. ايما يا ماما اروح اشوف المذاكره. وراكي مدرسة النهاردة ولا قاعدة؟ لا ورايا الصبح. طب وانت ايه اللي مصهرك يا ولد دلوقتي؟ لا داخلة انام. شكرا. نجلاء الكاشف. ولدي قتلوه يا ماي، ولدي قتلوه. يا قلبي يا حرقة قلبي عليك يا ولدي، يا حرقة قلبي عليك يا ولدي. أماي أماي قتل ولدي، أماي قتل ولدي، أماي والله لكن واخدة بطارك يا ولدي، والله لكن واخدة بطارك. يا حرقة قلبي عليك يا ولدي. ملك أمين محمد. عادي عادي صوتك. ملك أمين محمد. اسم حضرتك؟ هدى المصري. ألو. ايه يا مروة عاملة ايه؟ اه تمام الحمد لله. انت خارجة بكرة؟ خارجة بكرة؟ ايه يا مامي كذا 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 عشان تسمعي. ايه يا مروة عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. انتوا خارجين بكرة؟ اه تمام. لا انا هقول لماما عادي هي هتوافق. اه طيب ماشي هقفل معاكي دلوقتي وهشوفها هتقول ايه. تمام ماشي باي. ماما اصحابي بكرة؟ لا يقعدوا كلهم خارجين. قلت لا. انت عارفة؟ الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير. لا يعني لا مفيش خروج مع اصحابي. لا اسمعي بس اسمعي. لا. احنا مش هنروح بعيد، ثم كمان احنا كلنا بنات وخارجين مع بعض. الموضوع ده انتهى، ما تتكلميش تاني. يا ماما طب انا اتفقت معاهم، طيب اعمل ايه؟ شكرا. اقول لهم ايه دلوقتي؟